السلام عليكم احبائي المشاهدين، ومرحبا بكم مره اخرى في قناتي. وبهذه المناسبه كنبارك لكم العواشر، وبمناسبه شهر رمضان الكريم غادي نقدم لكم وصفه اكيد نتوما كتشوفوا في المقادير، اللي هي سلو. سلو صحي بمكونات بسيطه. بركه الله في تقديم المقادير. بسم الله، عندي هنايا كيلو ديال الفرينه، دقيق القمح الكامل محمر على هذا الشكل هذا. بالنسبه للوز، كيلو ديال اللوز، خديت كيلو ديال اللوز مسحته وحمرته في الفران وطحنته على شكل زبده على اللي هي البخاليني. عندي هنايا كيلو ديال الزريعه ديال القرعه كما كتشوفوا، خديت كيلو حمرتها في الفران وطحنتها ولات لي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للجنجلان، كيلو ديال الجنجلان طبعا منقيه ومحمره في الفران ومهربشه، ما مطحوناش، مهلمشه، نص طحنه. بالنسبه للسكر، عندي هنا 700 غرام ديال السكر الاسمر طحنتها في المولينكس ولات لي في هذا اللون. هذا السكر الاسمر مطحون ولا لي في هذا اللون الابيض. بالنسبه للنفع، وحبه حلاوه 200 غرام خلطه، زيت الزيتون عندي يطرو هنايا، الا خاصني نزيد على حسب الدقيق اللي عندي هنايا، كل واحد على حسب الفرينه ديالو. المعلقه ديال عندي جوج معالق ديال القرفه، معلقه ديال الملحه. على بركه الله نبداو في تطبيق الوصفه ان شاء الله. بعد ما خويت المقادير كلها هنايا، غادي نخلطها حتى تنسجم العناصر كلها مع بعضها بعض العناصر. وبالنسبه انا غادي نستعمل المقدار اللي غادي نحتاجه على حسب الخليط اللي عندي، او على حسب الخليط اللي عندي. وبالنسبه لكم الا بغيتوا تخلطوها بزيت ارغان هذا ممكن. والان كما كتلاحظوا، بعد ما بسيت الخليط ديالي، بعد ما بسيت السلو ديالي، خلطت جميع العناصر حتى اندمجات ونسجمات مع بعضها. وغادي دابا غادي نخلطو بزيت الزيتون، وكل واحد يستعمل المقدار اللي يحتاجو الخليط ديالو. بسم الله. وبالنسبه للخليط هنايا كما كتشوفوا، هذه اول مرحله غادي نبدا نخلط. خليكم معايا الاخر مرحله نقدمو في طبق التقديم. واخيرا كما كتلاحظوا، بعد ما وجد لي السلو ديالي بالزريعه ديال القرعه بهذه الفكره الجديده، نتمنى انه يروقكم وتحضروا في البيوت ديالكم، ونتمنى لكم شهر رمضان كريم ومع وصفه اخرى، والى اللقاء.